السلام عليكم متابعي دراما سبورت. بهذا الفيديو راح نحكي عن أو نتناقش عن تصريحات هيكتور كوبر بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخبنا مع تايلاند والبحرين، واللي أعلن فيها عن قائمة المنتخب. إن شاء الله يكون الحديث سريع عن هذه التصريحات بهذا الفيديو. لكن قبل ما نفوت بالتفاصيل، بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل يا صديقي العزيز. ممكن أغلب الأحاديث اللي تحدث فيها هيكتور كوبر هي أو تصريحات كلام بيحكي أي مدرب جديد، فنحن ما راح نفوت بالكلام اللي بيحكي أي مدرب جديد. أنا أحب الشعب السوري، أنا متفائل، أنا راح أعمل هيك ولا هيك. لا، راح نفوت بالمواضيع اللي ممكن نتناقش فيها أكثر وأكثر. الطلب الأول اللي طلبه هيكتور كوبر من رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم بأن تقام المباريات بتاريخ 25/3 و 28/3. ليش؟ لأن حابب ياخذ فرصة أكثر بالتعرف على اللاعبين. هيكتور كوبر إلى الآن ما شاف أي لاعب، إلى الآن ما، طبعا هو ممكن تواصل مع اللاعبين باتصال هاتفي، لكن ما شاف أي لاعب عن قرب. كمان مجبور يشرح أفكاره لمدة 6 أيام قبل أول مباراة قدام تايلاند. فهذا الطلب أنا بشوفه كان طلب جيد، أنك تعمل معسكر مغلق لمدة 6 أيام بالإمارات باللاعب المحترفين أو المغتربين. يعني ممكن تتذكروا أنا كنت دائما أنتقد المعسكرات اللي كانوا بيسموها على أيام نبيل معلول، أو على أيام نزار محروس، أو على أيام مين كمان عمل هيك نوعية من المعسكرات. حتى الكابتن حسام السيد كانوا عم بيعملوا معسكرات للعيبة الدوري السوري، بالنهاية بيجيبوا لعيبة من اللعيبة المغتربين أو اللعيبة المحترفين بالدوريات الخليجية. فالمعسكرات المحلية والمعسكرات اللي ما بتجيب نتيجة كنا عم نضيع وقتنا بشكل كبير جدا. هلا هيكتور كوبر مدرب عالمي، ما رح يجي ويحكي انا ما عندي الفرصة، ما لازم يحكي هيك، يعني انه انا ما تعرفت على اللاعبين، او انا موضوع انا عم بتعرف او بشوف اللاعبين فقط قبل المباراة بثلاث ايام. بكل المنتخبات بالعالم انت بتشوف اللاعبين قبل المباراة بثلاث ايام، يعني نحن ما لنا الاستثناء لحتى نعمل معسكر لمدة شهر او شهرين. فبالتالي مدرب عالمي اكيد بيفهم بهالمواضيع. لذلك موضوع أنه منتخبنا يكون متواجد بمعسكر لمدة 6 أيام قبل مباراة تايلاند أمر مهم جدا، بيتعرف فيه هيكتور كوبر على اللاعبين، وهذا الشيء اللي أكده. يعني كانت في ممكن مباراة إضافية لمنتخبنا بيوم 22/3 مع منتخب إيران، لكن هيكتور كوبر قال أنا بدي تكون ب 25، بدي أتعرف أكثر على اللاعبين ونخلق نوع من موضوع الحديث التكتيكي والفني والذهني والعمل، يعني لازم يكون موجود. التصريح الآخر بخصوص السؤال عن إبراهيم عالمي، يعني شفت عدد من الصحفيين كانوا عم بيسألوا عن موضوع إبراهيم عالمي، كيف بيتم استدعاء حارس مرمى ما عم بيلعب. أنا بشكل عام حكيت يعني بفيديو قائمة المنتخب، الفيديو اللي صورناه المرة الماضية، حكينا عن موضوع تواجد إبراهيم عالمي وأحمد مدنية ومكسيم صراف لمدة 4 دقائق. فإذا بدك ترجع على الفيديو الماضي بظن الكلام اللي حكيته يكفي. لكن هيكتور كوبر أعطى مثال عن حارس بالكونغو الديمقراطية لما كان هو بيدرب منتخب الكونغو، وصل المباراة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، واجه فيها منتخب المغرب اللي صار رابع العالم. فأعطى مثال بأن الحارس اللي كان بيلعب مع منتخب الكونغو ما كان عم بيلعب مع أي نادي، وكان يتم استدعائه فقط للعب مع المنتخب. ممكن هذا الأمر يصير بالكونغو الديمقراطية، لكن بسوريا الأمر رح يكون صعب جدا. ليش؟ لأن نحن بكل صراحة الموضوع في إعلام عم بيحكي، في ناس عم تحكي، في سوشيال ميديا، في كمان طبيعة اللاعب السوري مختلفة عن طبيعة اللاعب بالكونغو الديمقراطية. يعني اللاعب السوري إذا أنت متأكد بأن الحارس راح يعطي 100% وذهنيا إن شاء الله ما يلعب بأي دوري. يعني أنا من جماعة الإحصائيات الأرقام هو اللي بيخلي اللاعب يلعب، لكن بالنهاية أي قرار من المدرب، دائما أنا بحترم قرارات أي مدرب، بس بالنهاية لازم أشوف النتيجة، أشوف أداء، أشوف فريق، أشوف منتخب. بس بشكل عام بقضية حارس منتخب الكونغو، يعني المثال اللي أعطاه
راح يكون مختلف، يعني الأمور راح تكون مختلفة لهيكتور كوبر، ولازم يعرف هذا الشيء بأن نحن ممكن نكره حارس لموقف سياسي. نحكيها بكل صراحة، ممكن نكره حارس لأن عم بيلعب بنادي منافس، ممكن نكره حارس لأن خلص ما بنحب شخصيته. فبالتالي بسوريا الأمور شوي صعبة، يعني إذا أنت ما فيك تدير هذا الحارس سواء إبراهيم عالمة أو أحمد مدنية أو مكسيم صراف بالشكل المناسب راح تتبهدل، راح تتبهدل بشكل كبير. الرهان على أي حارس مرمى، أنا ممكن حكيت بأربع دقائق عن قائمة المنتخب فقط بمركز حراسة المرمى، ففيك ترجع للفيديو. وأنا ماني ضد أنه استدعاء إبراهيم عالمي على فكرة، طالما المدرب استدعاء أساسا مثل ما حكينا أحمد مدنية له 3 شهور ما عم يلعب، ما في لاعب بالدوري السوري له 3 شهور، الجميع ما عم يلعب مع أي نادي، الدوري متوقف. لكن نحن عم نحكي بين الضغط راح يكون هائل، الضغط راح يكون هائل، فلازم هيكتور كوبر وعصام الحضري خصوصا بمركز حراسة المرمى. الأمور مختلفة عن الكونغو الديمقراطية، بسوريا الأمور مختلفة. منروح عن الحديث عن القائمة، يعني فينا نقول قدرت أفهم من تصريحات هيكتور كوبر بأن القائمة هي من خيارات الأشخاص الكادر الفني اللي معه، كمان ومن خياراته هو أكيد، لكن من خيارات الكادر الفني. هو إلى الآن ما بيعرف اللاعبين بشكل جيد، تابع عدة مباريات، تابع مثلا عمر السومة بالتصفيات، تابع إبراهيم عالمي بالتصفيات، تابع عدد من اللاعبين. حكينا بأن أغلب هاي القائمة ممكن ما تتواجد، عدد كبير من هاللاعبين ما يتواجدوا بالمرة القادمة. ليش؟ لأن بيتعرف على هاللاعبين حاليا. فهيكتور كوبر واضح من حديثه بأن هذا المعسكر رح يكون معسكر لاختيار النخبة، وبعدها ممكن تتم إضافة بعض اللاعبين من منتخب الشباب وبعض اللاعبين المغتربين إذا كان في أمل بتواجد هاللاعبين. فواضح جدا من القائمة إلى الآن هيكتور كوبر ما بيعرف عنها شيء. لذلك بمعسكر الإمارات وقبل مباراة تايلاند رح يحاول يتعرف على اللاعبين، يعني هذا الأمر لازم كمان تأخذوه بعين الاعتبار، الأمر ما سهل إطلاقا. بالنسبة للوعود، ما بظن مدرب عالمي مثل هيكتور كوبر يعطي وعود كبيرة أو هائلة. الشيء اللي قاله أنا مقتنع فيه تماما، بإني أنا يا جماعة رح أقدم 100%، رح حاول أقدم 100% وحلل راتبي، يعني بهاي الطريقة حكاها. فعلى أمل أنه يعمل شيء مع المنتخب. هو مدرب أساسا مقتنع بأن بالبطولات المجمعة هو مدرب عنده الإمكانيات، بيعرف بهيك نوعية من البطولات، بيوصل بشكل جيد للأدوار المتقدمة. مدرب عنيد، أنتوا شفتوا شو حكى عن موضوع إذا اللاعب رفض تمثيل المنتخب مستحيل يستدعيه مرة أخرى. يعني أمور أنتوا راح تتعرفوا على هيكتور كوبر بالمرات القادمة بشكل أكبر. أنا أساساً حاكي عن طريقة لعب هيكتور كوبر، أبرز السلبيات والإيجابيات بالفيديوهات الماضية، فيك ترجع للفيديوهات الماضية وتشوف كمان شو حكينا عن كل هالأمور. هذا كل شيء حاب أحكي عن تصريحات هيكتور كوبر فيما يخص المعسكر قبل مباراة تايلاند والإمارات والبحرين، فيما يخص السؤال عن موضوع إبراهيم عالمة والمثال اللي أعطاه عن حارس الكونغو الديمقراطي، وفيما يخص القائمة والأمل والوعود اللي ممكن يعطيها بالمستقبل. بتمنى يعجبكم الفيديو، تكونوا بصحة وخير وسلامة.